السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم عناوينها: تنازلات مذهلة تحصل عليها شركة رونو مرة أخرى، وتتابعون في النشرة أيضا معاناة لا تنتهي لأمهات أطفال مصابين بمرض الفينايل كيتونوريا، وأمال تتلاشى في شفاء أطفالهن، وفي الأخير طلبات بفتح ملفات الفساد تفشل في تخطي عتبة البرلمان. إلى التفاصيل. يبدو أن مشروع مصنع رونو لم يكشف بعد عن كل أسراره، حيث علم من مصادر مقربة من الشركة الفرنسية لصناعة السيارات أن الحكومة الجزائرية استجابت لطلبها بخصوص تعديل بعض بنود الاتفاق لتزيد من الامتيازات المذهلة التي سبق وأن ظفرت بها شركة رونو. وفي صدارة تلك التنازلات ما يتعلق بتمديد فترة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع الكفيل بإنتاج 25 ألف سيارة سنوياً، حيث تقفز هذه المرحلة الأولية من 18 شهرا إلى 60 شهرا، أي 5 سنوات، وهو ما يعني تأخر تنفيذ المشروع في 3 مراحل، كل منها 5 سنوات. كما ستستفيد شركة رونو الفرنسية ولمدة 10 سنوات بدءا من تاريخ سريان تشغيل المشروع، ستستفيد من الإعفاء الضريبي على الأرباح الخاصة بالشركات والضريبة على النشاط المهني، وهذا وفقا لبنود الاتفاق الجديد الذي سيضمن أيضا إعفاءات وامتيازات أخرى فيما يخص الرسوم والضرائب وغيرها من الجبايات المالية والجمركية واجبة الدفع على الممتلكات التي تم الحصول عليها سواء عن طريق الاستيراد أو في السوق المحلية، والمتعلقة بالسلع والخدمات اللازمة لتحقيق الاستثمارات. كما سيتم تمويل المرحلة الأولى من المشروع بالكامل تقريبا عن طريق قرض الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ قدره 5700 مليون دينار، أي بعبارة أخرى خلال المرحلة الأولى ستساهم رونو التي تملك 49% من المشروع، ستساهم فقط بحوالي 10 ملايين يورو. وفيما يتعلق بمناصب الشغل فإن هذه الأخيرة تكاد تكون هزيلة مقارنة بالضجة التي أحدثها هذا المشروع، حيث تلتزم رونو بتوفير 350 منصب شغل فقط في غضون 5 سنوات و2500 منصب بعد 10 سنوات. ودائما ضمن هذه الامتيازات غير المبررة تقدم الحكومة الجزائرية لشركة رونو لإنجاز المشروع امتياز استغلال لفترة 33 عاما يشمل مساحة 150 هكتار تقع في المنطقة الصناعية في واتليلات بولاية وهران بسعر مرجعي قدره 200 دينار جزائري للمتر المربع. هذه المعاملة التفضيلية ليست جديدة ولا تقتصر على شركة رونو، بل تشمل الشركات الفرنسية عموما. فعلى سبيل التذكير، سبق أن حظيت شركات فرنسية أخرى على سبيل المثال ألستوم وجنرال إلكتريك بوضعية تفضيلية وحصلت على امتيازات استمرت سنوات كاملة بفضل تدخل شخصية نافذة في السلطات العليا. أما سبب استئطار الشركات الفرنسية تحديدا بهذه الصفقات الهائلة يرتبط بالوضع الهش الذي يعيشه النظام الحاكم المهدد من كل جهة، خاصة مع بداية بوادر تضاؤل عائدة النفط الذي يزيد من خطورته تفشي الفساد في كل مؤسسات الدولة في ظل التنافس السياسي والمالي بين الأجنحة الرئيسية، وهو ما جعل النظام الجزائري في وضع تستغله الشركات الفرنسية التي وظفت هشاشة النظام القائم لتستأثر بدون منازع بقطاعين استراتيجيين وهما النقل والطاقة، من قبيل استئثار مجموعة ألستوم الفرنسية بأكبر مشاريع البنية التحتية المتعلقة بمجال النقل مثل مترو العاصمة الذي جهزته هذه المجموعة وتسيره لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى توكيل الشركة الفرنسية لاراتيبي لإدارته طيلة هذه الفترة، مع الإشارة أن ذات الشركة أي ألستوم تسير مطار العاصمة، كما استفادت بصفقات التراموي والقطارات السريعة والتليفريك، مما جعل قطاع النقل برمته حكرا بين أيدي شركة واحدة ألستوم. والملفت للنظر أن هذه الشركة كانت في فترة 2000 تتخبط في مشاكل مالية خطيرة تهدد بقائها، أرغمتها على تسريح مئات العمال. ونتساءل كيف لشركة على حافة الإفلاس أن تحصل على هذه الصفقات بالملايير رغم وضعيتها المتدهورة وافتقارها إلى الضمانات اللازمة لترشيحها للفوز بهذه المشاريع،
خلاصة القول إن الامتياز الخارق الذي حظيت به ولا تزل الشركة الفرنسية يعود بالأساس للصلات المتميزة التي وفرها لهم مسؤولون بارزون في النظام الجزائري عبر وسطاء كانت لهم علاقة متينة مع أصحاب القرار، وهذا كله يسلط الضوء من جديد على مدى تبعية هذا النظام واعتماده على السند الفرنسي مقابل رهن خيارات ومصادر البلاد. ولعل رمزية معالجة بوتفليقة في فالدوغراس ونقاهته في ليزانفاليد يحمل أكثر من دلالة. فيما يشبه كفاحا مستمر من أجل إنقاذ فلذات أكبادهن من موت محقق، تخوذ العشرات من أمهات الأطفال الذين يعانون من مرض الفينايل كيتونوريا، تخوذن نضالا مريرا لاسترداد حقوق مهضومة يكفلها لهن قانون البلاد ودستورها الذي يجعل من حق العلاج حقا مكفولا، غير أنهن على أرض الواقع تجدن كافة الأبواب موصدة في وجوههن ويتلاشى الأمل في شفاء أطفالهن. وقد شهدت جوار مقر وزارة الصحة احتجاجات الأمهات اللواتي رفضن الانسحاب قبل إسماع أصواتهن ومقابلة المسؤولين، وعبرت بعضهن عن خيبة أملهن وعدم خشيتهن الاعتقال، حيث توجهت في صبيحة 20 جوان الماضي عشرات الأمهات اللائي قدمن من ولايات عدة يحملن أطفالهن بين ذراعيهن إلى مقر وزارة الصحة، لكن دون أن يتمكن من مقابلة المسؤولين بعد أن حال طوق أمني مكثف دون ذلك. هذا ويعرف مرض الفينايل كيتونوريا باللاتينية على أنه خلل وراثي ينتج بسبب نقص في أنزيم مسؤول عن تحويل الفينيل ألانين إلى تيروسين، مما يؤدي إلى تراكم الفينيل ألانين في سوائل الجسم وبالتالي التسبب في درجات مختلفة من تخلف عقلي تدريجي في حالة عدم توفر العلاج المناسب. ويصاب بالمرض في المعدل مولود من أصل كل 16,000 ولادة، ولمكافحة المرض يجري في أوروبا فحص روتيني فور الولادة للبحث عن الفينيل كيتون عند المواليد الجدد، أما في الجزائر لا يوجد هذا الفحص من أصله. ومنذ توقف الصيدلية المركزية عن استيراد هذا النوع من الحليب في نهاية عام 2012 أنشأت هذه الأسر جمعية خاصة بهم واتصلت بوزارة الصحة، وأفادت السيدة مشري رئيسة الجمعية أن الوزارة وفرت خلال بضعة أشهر المنتجات الضرورية قبل أن توقف المساعدات دون سابق إنذار وبالتالي تخليها عن العائلات. وقد أوضحت إحدى الأمهات أنه حتى في حال توفر هذا النوع من الحليب الخاص في السوق فإن سعره باهظ الثمن وفي غير متناول الأسر، فعلى سبيل المثال سعر علبة الحليب للمرحلة الأولى يقدر ب20,000 دينار، والمرحلة الثانية ب14,000 دينار، والمرحلة الثالثة ب30,000 دينار، علما أن العلبة الواحدة تغطي احتياجات 4 أيام فقط، ويحتاج الطفل المصاب في المتوسط إلى 6 علب لكل شهر. وقد أحصت الجمعية 408 حالة في جميع أنحاء البلد، وهو رقم أقل بكثير من الرقم الحقيقي نظرا لعدم تشخيص العديد من الحالات. وتطالب أسر المرضى من الوزارة الوصية شمل هذه المنتجات ضمن قائمة الأدوية التي يتكفل بها صندوق الضمان الاجتماعي. وإلى حين بلوغ صراخات الأمهات آذان المسؤولين المعنيين، يبقى الأطفال المرضى للأسف ينتظرون موتا محققا. في أعقاب رد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الخميس الماضي على سؤال شفوي بخصوص فضائح الفساد التي مست قطاع الطاقة والمناجم، وهو رد الذي اعتبره العديد من نواب البرلمان غير مقنع، تقدم أحد نواب حزب العدالة والتنمية بمبادرة تضم 65 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، وهذا للمطالبة بفتح نقاش عام بالبرلمان حول قضايا الفساد. وكان وزير الطاقة قد قدم جوابا في جلسة الخميس الماضي حيث تناول الموضوع في عمومياته دون التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الذين تحوم حولهم شبهات الفساد كي لا يؤثر حسبه في مجريات التحقيقات والإفلات من العقاب، خاصة وأن لهم علاقة مباشرة مع الوثائق محل الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع بعض الشركات الأجنبية والتي تكون قد دفعت رشاوى لمسؤولين جزائريين مقابل الحصول على هذه الصفقات.
والملفت للنظر بل وغير المتوقع هو انضمام حزب الأففاس إلى حزبي السلطة الأفلان والأرندي المعارضان لفتح ملفات الفساد. وقد اعتبر بعض المراقبين أن موقف الأففاس هذا يناقض توجهه المعلن وتصريحات الحزب الظاهرية التي تدعو إلى محاربة الفساد، مما يفتح المجال للعديد من التساؤلات. مرة أخرى يتبين بما لا يرقى إليه أدنى شك أنه في ظل نظام قائم على الفساد ويجعل منه استراتيجية للسيطرة على مفاصل الحكم، فمن العبث الاعتقاد أن محاربة الفساد يمكن لها أن تكون من خلال طلبات من هذا القبيل، لأنها وببساطة تبقى صيحات أعجز من أن تجتاز عتبة البرلمان، على غرار فشل تمرير الملفات الثقيلة الأخرى مثل ملفات التسليح والمختطفين وتجريم الاستعمار، أو كل ما من شأنه أن يعرض تسيير وتصرفات السلطة الفعلية إلى المساءلة، وهو ما يفسر حرص هذه السلطة على فرض هيمنة الأحزاب الموالية لها بالمطلق، وهذا على مستوى كافة مؤسسات الدولة، ليشكل سدا منيعا في وجه أي تغيير قد يعرض النظام للمساءلة ويمنع عنه الإفلات من العقاب. وفي الأخير نذكر بمرور 60 يوما على تسيير شؤون البلاد من مصحة ليزانفاليد لمعطوبية الجيش الفرنسي، أين يتعالج بوتفليقة خامس رؤساء الدولة الجزائرية في قبضة المخابرات برئاسة الجنرال محمد مدين منذ أكثر من 22 سنة. وقبل أن نفترق ندعكم مشاهدينا الكرام كالعادة مع صور كاريكاتورية وردت هذا اليوم، كما نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا عبر العناوين التالية: الإيميل info@rachet.tv بالإضافة إلى صفحة النشرة على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم الفعالة وكذا دعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار تلفزيون رشد. كما يمكنكم عبر هذه العناوين إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم. إلى هنا ينتهي موعدنا الإخباري لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.